السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن الكوربلز أو الشورت كانتيليفرز، الكوابيل القصيرة. كلنا عارفين إيه هي الكانتيليفر، الكوابيل، بس لما يجيلي كابولي باشتراطات معينة بقول عليه ساعتها ده كوربل أو شورت كانتيليفر، وبيبقى ليه طرق معينة في التصميم عن الكابولي المعتاد بتاعه. الرسمة الواضحة قدامنا ديت للتسهيل عشان نقدر نقول امتى على الكابولي ده هو شورت كانتيليفر ولا كانتيليفر عادي. نلاحظ كده السمك بتاع الكابولي من هنا لحد هنا تي، والعمق الفعال للكابولي عبارة عن الدي. الدي ديت اللي هي بتساوي التي ناقص الدي داش. الدي داش دي الكفر بين سطح الخرسانة العلوي لحد الحديد الرئيسي. يبقى العمق الفعال عند وش الركيزة للكابولي اسمه D. المسافة بين وش الركيزة لحد تأثير الحمل الرأسي اللي هو الكيو يو دي هنسميها اسمول. لو لقيت الاسمول أقل من أو يساوي الدي يبقى أنا بشتغل على شورت كانتيليفر. يبقى عشان اقول على الكانتيليفر ده شورت كانتيليفر، المسافة بين تأثير الحمل الرأسي لحد وش الركيزة اللي هي الاسمول تكون اقل من او يساوي الدي اللي هو العمق الفعال للكابولي. وايه كمان نلاحظ كمان ان السمك الكابولي عند الاطراف، عند الطرف بتاعه، ما يقلش عن نص الدي على الاتنين. يعني السمك ده المفترض يكون أكبر من أو يساوي الدي على الاتنين، أكبر من أو يساوي الدي على الاتنين، ما يقلش عنها. طيب الشورت كانتيليفر فيه حديد أساسي بنسميه الـ AS أو التسليح الرئيسي بنسميه الـ AS. فيه بنشوف تسليح أفقي زي ما احنا شايفينه، ده تسليح أفقي أو كانات أفقية بتبقى مغلقة بنسميها الـ AH، وفي كانات رأسية بالمنظر ده بنسميها الـ AV. يبقى عندنا ثلاث أنواع من التسليح. الحديد اللي في شورت كانتيليفر بيتكون من ثلاث حاجات. الحاجة الأولى ده التسليح الرئيسي الـ AS. الحاجة التانية تسليح أفقي الـ AH. الحاجة التالتة تسليح رأسي الـ AV. طيب أكيد أهم تسليح دلوقتي اللي هتعب شوية علشان أحسبه هو الـ AS. الـ AS ده التسليح الرئيسي للشورت كانتيليفر. أحسبه إزاي؟ الـ AS هو بيساوي القيمة الأكبر من تلات قيم معطاة طبقا للكود المصري، تلات قيم بحسبهم عذرا وبطلع منهم القيمة الكبيرة، وهي دي ساعتها تبقى قيمة الـ AS. المعادلة الأولى عبارة عن الـ AN زائد الـ AF. هنعرف دلوقتي ايه هي الـ AN وايه هي الـ AF. المعادلة التانية اللي هحسبها AN زائد تلتين الـ ASF، دي المعادلة رقم اتنين. الـ AN زائد تلتين الـ ASF. طيب المعادلة رقم تلاتة، تلاتة من مية في الـ FCU على الـ F yield في الـ B في الـ D، دي معادلة رقم 3. هحسب 1 و2 و3 واجيب منهم القيمة الكبيرة. لو بدأنا من تحت كده اللي هي رقم 3 مفيش أي مشكلة خالص، ده رقم اللي هو 3 من 100 مضروب في الـ FCU، دي قيمة رتبة الخرسانة مقسومة على إجهاد الخضوع الحديد اللي هي الـ F yield، مضروبة في قطاع الكابولي عند وش الركيزة اللي هو طبعا كريتيكال سيكشن بتاعنا اللي هو الـ B في الـ D. طيب يبقى انا ارجع بقى، دي خلاص بحسبها في الاول اللي هي معادله رقم 3 طلعت لي بقيمه، اركنها لحد ما احسب القيم اللي هتطلع من معادله رقم 1 ومعادله رقم 2. ليه؟ عشان هاخد اكبر قيمه فيهم واقول عليها هي ديت الـ AS اللي هو التسليح الرئيسي للكابولي. طيب نبدا بالـ AS في المعادله رقم 1، كانت عباره عن الـ AN زائد الـ AF. ايه هي بقى الـ AF؟ الكابولي دلوقتي عند وش الركيزة بيجيله مومنت بسبب تأثير القوة الرأسية اللي هي الكيو يو،
وتأثير القوة الأفقية اللي هي الـ NU، بيحصل مومنت عندي. المومنت ده أنا عايز أحسبه بالظبط عند الحديد الرئيسي عند وش الركيزة، تمام؟ مش سطح الخرسانة، لا، عند الحديد. قيمة الحديد اللي هتقاوم عزم الانحناء ده هنسميها الـ AF، وليس محدش يقول ده دي هي دي الـ AS اللي هي الحديد الرئيسي الكابول، لا، أنا قيمة الحديد اللي هتقاوم المومنت ده بس كده نسميها الـ AF. طب عشان احسب قيمة الحديد ديت محتاج احسب ايه في الاول؟ احسب قيمة المومنت نفسه. المومنت نفسه هيساوي ايه؟ هتساوي، احنا كان عندنا دلوقتي ده شكل الكورب اهو، وهنا ده كان الحديد. انا عايز احسب قيمة المومنت عند النقطة دي كده، هتساوي ايه؟ الكيو يو مضروبة في الدراع بتاعها الاسمول، زائد المسافة دي من وش الخرسانة لحد الحديد دي دي داش، وفي كمان فوقيها النورمال فورس مش على وش الخرسانة، لا، على مسافة كمان فوق وش الخرسانة عبارة عن دلتا. يبقى النورمال فورس سواء شد أو ضغط، لو شد هتبقى قيمته هنا بالموجب. النورمال فورس مضروب في الدراع بتاعه، الدراع بتاعه عبارة عن إيه؟ الدلتا زائد الدي داش. الدي داش ديت اللي عباره عن ايه؟ التي ناقص الدي. يبقى تاني انا عايز اجيب المومنت هنا، تمام؟ يبقى الكيو يو في الاي زائد النورمال فورس لو هي شد مضروبه في الدلتا زائد الدي داش، دي كده قيمه الالتيميت مومنت. جبنا قيمه المومنت، هعمل بيها ايه؟ مش انا عندي القطاع عند وش الركيزه بي في دي، صمم بقى وهات الحديد اللي يقاوم المومنت في المنطقة دي، والحديد هنا هنسميه اللي هو الـ AF. طيب، بمعادلة ايه؟ سي واحد والجي. أنا عندي الدبس اللي هي قلنا بتساوي T ناقص الكفر، دي بتساوي سي واحد جذر الـ M ultimate على الـ FCU في الـ B. عندي ايه المجهول هنا؟ سي واحد. أجيب من بعد ما أجيب السي واحد من جداول أستاذ الدكتور شاكر البحيري أقدر أحسب الـ J. حسبت الجي، منها اقدر اجيب قيمة الاي اف بتساوي ايه؟ بتساوي قيمة المومنت الالتيميت مومنت مقسوم على الجي في الدي في الاف فيلد. طيب، ملحوظة، الدي داش هي الكونكريت كفر فوق التوب رينفورسمنت، يعني من سطح الخرسانة العلوي لحد الحديد الرئيسي. ناخد بالنا ان هو الكفر العلوي مش سفلي. طيب الـ AN بقى، ايه هي الـ AN؟ انا عايز احسبها علشان انا بضيف عليها الـ AF ودي تبقى المعادله الاولى خلصت. الـ AN دلوقتي دي مساحه صلب التسليح المطلوب علشان يقاوم قوه الشد اللي بتاثر عندي على القطاع. قوه الشد دي عباره عن ايه؟ الـ N ultimate. لما اقسمها على الـ F yield على الجاما S مش دي تديني قيمة الـ AN؟ يبقى خلاص دي سهل جدا ان انا احسبها. طيب، قوة الشد دي لو احنا لو مش مديها لك في المسألة هتاخدها 20%، ما تقلش عن 20% من قيمة الـ QU. بلس ايه عندي كمان احسبه علشان اقدر اجيب بقى المعادلة واحد والمعادلة اتنين؟ الـ ASF. ايه هي الـ ASF؟ الـ ASF مساحة صلب التسليح اللي بيقاوم قوى القص الكيو يو عن طريق الاحتكاك. طيب، احسبها ازاي؟ الاي اس اف بتساوي الكيو يو على الاف ييلد في الجاما على الجاما اس مضروبه في معامل الاحتكاك اللي هو الميو اف، زائد قيمه النورمال فورس الان يو على الاف ييلد على الجاما اس. الميو اف دي معامل الاحتكاك، دي بنجيبها من الكود المصري. لو صابين الكابول الخرسانات كلها مرة واحدة فبناخد معامل الاحتكاك معانا بواحد واتنين من عشرة، وفي قيم تانية اللي هي 8 من 10 أو نص طبقا للكود المصري بيوضح لك امتى باخدها 8 من 10 وامتى نص. صفحة تقريبا 109 أو 110 في الكود المصري. جبنا الـ ASF من المعادلة ديت، يبقى أنا أقدر أرجع تاني واشوف الاي اس اللي هي الحديد الرئيسي كان بيساوي ثلاث قيم، باخد القيمه الكبيره منهم، بحسب ثلاث قيم واخد القيمه الكبيره منهم. الثلاث قيم دول كانوا واقفين على
الـ AF والـ ASF والـ AN لو حسبتهم يبقى أنا أقدر أطلع الـ AS. طيب جبنا الـ AS اللي هو التسليح الرئيسي، بعدها عايز أحسب الكائنات الأفقية أو التسليح الأفقي اللي هو الـ AH. الـ AH ديت مساحة التسليح الأفقي الموازي للتسليح الرئيسي. طيب عبارة عن إيه؟ كائنات مغلقة، أفقية مغلقة، بوزعها بانتظام. بوزعها بارتفاع الكابولي كله؟ لأ، بارتفاع تلتين العمق الفعال فقط. أنا بوزع الكائنات الأفقية ديت على تلتين العمق الفعال مش العمق كله، تمام؟ قيمتها قد إيه؟ أنا دلوقتي من اللي فات قدرت أحسب خلاص الـ AS، وكنت قبلها حاسب الـ AN كانت بتساعدني في حسابات الـ AS. نطرح الاتنين من بعض ونضربهم في نص تديني قيمة الـ AH اللي هي التسليح الأفقي اللي أنا عايزه. الكلام ده كله هنشوفه في مسألة دلوقتي عشان نسهل ونشوف الحسابات بتتم ازاي. ناقص التسليح الرأسي أو الكنات الرأسية. التسليح الرأسي أنا بحط كنات رأسية عذرا لمقاومة عزم اللي الـ MT ما تقلش عن المينيمم بتاعها الـ AV مينيمم عن 4/10 الـ A فيلد الـ B في الـ S. أنا ممكن أحط أكتر من الـ AV مينيمم لكن ما أقلش عنها. 4/10 ده الرقم على الـ A فيلد جهد الخضوع، الـ B عرض الكابولي، الـ S المسافة اللي أنا هفرضها بين الكنات، وأنا بفرض المسافة بين الكنات ما بين 10 ل 20 سنتي، إن أنا بحط من 5 ل 10 في المتر. تعالوا نشوف مسألة تسهل علينا الكلام اللي إحنا قلناه ده. واضح قدامنا كده كابولي أبعاده 300 مللي في 800 مللي ارتفاع البي في التي برقم واحد. انا مديني التي ب 800 اجيب منها ايه؟ الدي. من ال 800 دي احسب الدي هتطلع 750 مللي جت منين؟ شلت الكفر اللي هو الدي داش. الاي فيلد ب 360 نيوتن على المليمتر سكوير، والاف سي يو ب 25 نيوتن على المليمتر سكوير، وعندي قوة رأسية بتأثر قيمتها 500 كيلو نيوتن، وقوة أفقية اللي ان التيميت 100 كيلو نيوتن. القوة الأفقية بتأثر على ارتفاع 5 سنتي من سطح الكابولي، والقوة الرأسية على مسافة 40 سنتي أو 400 مللي من وش الركيزة. طيب قبل ما اشوف انا هصممه كابولي عادي ولا شورت كانتليفر، احقق الاول هو ده شورت كانتليفر اذا كانت الاي سمول اللي هي المسافه بين القوه الرئيسيه ووش الركيزه اللي هي دلوقتي عندي ب 400، يبقى الاي سمول ب 400 لازم تكون اقل من الدي. الدي عندي بكام؟ ب 750. الكلام ده مظبوط؟ اه الكلام ده مظبوط. يبقى الـ A أقل من الـ D، يبقى هنا ده شورت كانتليفر. أصمم شورت كانتليفر إزاي؟ قبل ما أجيب التسليح في تشيك ما قلناش عليه في الشرح، نقوله في المسألة. التشيك ده مهم جدا، تشيك ذا ألتيميت شير فريكشن فاليو. أنا بحسب قيمة الـ ألتيميت شير اللي هي بتساوي الـ Q ألتيميت اللي بتأثر عندي مقسومة على القطاع للشورت كانتليفر. المفترض القيمة دي تكون أقل من أو يساوي 15% الـ FCU، وفي نفس الوقت ما تزيدش عن 5.5 نيوتن على المليمتر سكوير. يعني حتى لو الـ 15% FCU كعدة رقم مثلا وليكن 6 أو 7، لأ أنا الليميت بتاعي لحد 5.5. طيب في المسألة بتاعتنا الـ Q Ultimate 500 هضربها في 10 أس 3 عشان أحولها لنيوتن، وأقسمها على القطاع الـ B في الـ D 300 في 750، طلعت بـ 22% نيوتن على المليمتر سكوير. هقارنها بكام؟ القيمة بتاعت المقارنة عندي 15% أو المسموح بيه، يعني 15% الـ FCU طالعة بـ 3.75%. الاتنين وكسر أقل من الـ 3.75%، بقتس أوكي. اخش بعدها احسب الحديد بتاعي وهبدا بالمين رينفورسمنت
اللي هو الـ AS. وهنا عندنا ثلاث معادلات، المعادلة الأولى الـ AN زائد الـ AF، المعادلة الثانية الـ AN زائد تلتين الـ ASF، المعادلة الثالثة 3 من 100 الـ FCU على الـ F yield الـ B في الـ D. طيب قلنا المعادلة الثالثة دي سهل أحسبها دلوقتي على طول، 3 من 100 الـ FCU ب25 مقسومة على الـ F yield ب360 نيوتن على المليمتر سكوير، مضروبة الـ B عرض الكانتيليفر 300 في الـ D ب750 طلعت ب469. هل دي الـ AS؟ لا، دي قيمة وأحسب معاها كمان قيمتين عشان آخد أكبرهم وأقول عليها هي الـ AS. طيب قيمتين التانيين عشان أحسبهم لازم أحسب الـ AN والـ AF والـ ASF. سهل قوي أحسب الـ AN بتساوي إيه؟ بتساوي النورمال فورس على الـ F yield على الجاما S، بتساوي النورمال فورس عندي كانت ب 100 كيلو نيوتن تبقى 100,000، ليه بحولها لنيوتن؟ 100 في 10 أس 3 مقسومة على المقام بتاعي 360 نيوتن على ملي متر سكوير على الجاما اس ريدكشن فاكتور عندي بواحد وخمستاشر من 100، طلعت ب 320 ملي متر سكوير. هاخدها كده على جنب، الـ AN ب 320 ملي متر سكوير. احسب الـ AF، عشان احسبها لازم احسب الـ ultimate moment. بيساوي ايه الـ ultimate moment عندي؟ القوة الرأسية، احنا كان عندنا اهو ده شكل المثال بتاعنا، كان عندنا هنا 500 كيلو نيوتن مضروبة في الدراع بتاعها اللي هو ايه سمول، اللي هو ايه بكام؟ 4 من 10 متر، اللي هي 400 مللي، بس انا شغال للمومنت كيلو نيوتن متر، يبقى هضرب احول ال 500 تبقى 500 كيلو نيوتن وال 400 مللي تبقى 4 من 10 متر. زائد عندي كمان قوة افقية اللي هي النورمال فورس، دي بتأثر على مسافة قد ايه من النقطة ديت؟ النقطة دي اللي هي عند التسليح الرئيسي ووش الركيزة، مسافة الدلتا اللي هي 5 سنتي زائد الكفر العلوي. الكفر العلوي ده لوحده كده اللي هو التي ناقص الدي، ده كده اللي هو الدي داش، والدلتا ادي اللي هي 5 سنتي. طلعت قيمة المومنت 210 كيلو نيوتن متر. أروح على طول على معادلة الدي واحد بتساوي سي واحد جذر الام التمت على الاف سي وفي البي. عندي الدي ب750 مليمتر بتساوي سي واحد أنا مش عارفها جذر 210، 210 دي بالكيلو نيوتن متر، يبقى هضربها في 10 أس 6، هي مكتوبة 106 عذرا، 10 أس 6 210 في 10 أس 6 وأقسمها على 25 في 300. إيه هي الـ 25؟ دي الـ FCU، 300 هي الـ B. جبت الـ C1 بـ 400 بـ 4.48 من 100، منها أجيب الـ G طالعة بـ 818 من 1000. الـ AF بتساوي 210 في 10 أس 6، الظاهر من تحويل من باوربوينت لباوربوينت من فيرجن لفيرجن تقريبا الـ 10 أس 6 كتبت 106 وده غلط، هي دي 10 أس 6 عشان بحولها لنيوتن متر، يبقى 210 في 10 أس 6 مقسوم على الـ G 818 من 1000، الـ F yield 360 والدبس 750، طلعت قيمة الـ F 951 مليمتر سكوير. الـ ASF بتساوي إيه؟ بتساوي الـ Q ultimate على الـ mu F معامل الاحتكاك، بفرض إنها تثبت كلها على بعض يبقى معامل الاحتكاك هاخده طبقا للكود المصري 1.2 من 10، مضروب في الـ F yield على الجاما S زائد الـ N ultimate مقسوم على الـ F yield على الجاما S. وعندي برضو إشكالية هنا، الـ 500 دي مش في 103، لأ ده ديت 10 أس 3،
وبرضو نفس القصة هنا، دي كده مش مظبوطة، دي 10 أس 3، تمام؟ ليه أنا بحول لنيوتن؟ طلعت قيمة الـ SF 1651، طب أنا طلعت الـ AN بـ 320 مليمتر سكوير، طلعت الـ AF 951 مليمتر سكوير، طلعت الـ SF 1651 مليمتر سكوير، أعمل بيهم إيه؟ أخش أراجع المعادلات بتاعتي، كان عندي المعادلة الأولى عبارة عن الـ AN زائد الـ AF اللي هي 320 زائد الـ 951، دي إدتني قيمة بكام؟ دي مدياني قيمة ب 1271، ماشي. المعادلة التانية كانت الـ AN اللي هي 320 زائد تلتين الـ SF يعني تلتين في 1651، دي مدياني قيمة قدرها 1421. وكان في المعادلة التالتة اللي أنا حسبتها مرة في الأول كانت مدياني 469. عندي التلات قيم دول، أدي 1 2 3. الـ AS بناخد الهين، بناخد الأكبر من التلاتة دول اللي هي هتبقى الهين يا شباب، اللي هي دي 1421. يبقى إذا الـ AS بتساوي 1421 مليمتر سكوير. طيب أنا مش هحط بقى سنتيمتر، أنا بحط سياخ حديد، هطلع القيمة دي وأحط مكانها كام؟ 8 فاي 16. يبقى هستخدم يوز 8 فاي 16 كحديد رئيسي للشورت كانتيليفر، ده قيمة الحديد الرئيسي. طيب ناقص عندي قيمة الحديد الأفقي الـ AH، وأنا بتساوي إيه؟ بتساوي الحديد الرئيسي ناقص الـ AN بضربهم في نص، يعني نص افتح قوس 1421 ده الحديد الرئيسي ناقص 320 طلع بكام؟ ب 551 مليمتر سكوير. بوزعهم على قد ايه يا شباب؟ على مسافه تلتين الدي. طب انا عندي الدي كلها كانت 750 مليمتر، هضربها في تلتين عشان اجيب المسافه اللي هوزع عليها الحديد الافقي، طلع بكام؟ 500 مللي. هفرض ان انا في ال 500 مللي دولت هوزع، احط يعني ثلاث كانات، يبقى المسافه بين الكانات 500 على 3 ب 167 مللي، تمام؟ التلات كانات اللي انا حطيتهم دولت فاي 12، عايز اشوفهم هيدوني قيمه تسليح اكبر من ال 551 ولا اقل. لو اقل يبقى انا هحط مثلا اربع كانات وهكذا، لكن لو ادتني القيمه اكبر يبقى خلاص اكتفيت بالتلات كانات دول. عندي احسب الاي اتش ازاي بقى؟ انا عندي دلوقتي عدد افرع الكنه عندي 2 مضروبه فيه مساحه مقطع السيخ اللي كان اللي انا استخدمت فيها 12 اللي هو 113. عدد الكنات اللي انا استخدمتهم على التلتين دي عباره عن كام؟ 3 كنات. لما اضرب 2 في 113 في 3 ادوني 678. 678 اقارنها بالرقم ده، اكبر منه خلاص يبقى انا كده هستخدم 3 كنات فاي 12 في الارتفاع اللي هو ال 50 سم. طب لو كان قيمتهم اقل كنت هستخدم مثلا اربع كانات وليكن اربع كانات وهكذا. كده حسبنا الـ AH، ناقص عندي الـ AV الكانات الرأسية، وانا دي بتساوي 4/10 الـ F yield، انا هستخدم هنا مثلا فاي 8 يبقى الـ F yield ب 240 في الـ B في الـ S. الـ S انا بفرضها يعني بفرض ان انا دلوقتي هحط خمس كانات في المتر، يبقى الـ S عندي ب 200. عايز اطلع بقى قيمة الـ AV، طلع لي بقد ايه؟ 100 مليمتر سكوير. ال 100 ديت اساسا عباره عن ايه؟ كان 8 مللي، مساحه مقطعها 50 في عدد الافرع 2، يبقى تسوي اوكي كده تمام، يبقى فعلا الفرض بتاعي اللي هو 5.8 على المتر الطولي كان مظبوط. شكرا.